هذا الاجتماع الأولي للجنة التحضيرية لحملة أبي اقرأ لي. هاي الحملة احنا هاي رابع سنة بنعملها، هي بتهدف هاي الحملة لتوطيد العلاقة بين الأب والابن، اللي ممكن مشاغل الحياة أو مصاعبها بتبعد الأب شوي عن أبنائه، لأنه دائما الأم هي اللي أقرب على أطفالها. فإحنا منا نعمل نشاطات ترفيهية، قراءة قصص، رسم وتلوين بين الأب وابنه على أساس أنه نقرب العلاقة. السنة رح تكون الحملة بين 2-11 ل 4-11، رح تكون تصادف 2-11 حنا متأسفة 2-11 رح يكون وعد بلفور. حابين أنها تكون الحملة بمكان قديم ليحمل المعنى التاريخي للتاريخ. حابين نستضيف حدا كبير بالعمر يحكي لنا عن الحكاية القديمة اللي صارت في فترة الانتداب البريطاني في فلسطين. هي رح تكون فئة الأطفال اللي عمرهم بين 6 سنين ل 18 سنة. احنا بنستهدف في تامر، احنا بنستهدف هاي الفئة دائما، يعني ما بين اللي هي الفئة اللي في المدرسة بين 6 سنين ل 18 لحد التوجيه.